بسم الله الرحمن الرحيم. أن يتصور أن هؤلاء الأصدقاء المجتمعون الآن هنا، هؤلاء يعملوا لأجل شهر محرم من الآن أعمالا. العمل الأول، كلهم يتعممون. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمائم تيجان العرب. العرب يعني المسلمين، لأن الإسلام عربي والعربي إسلامي، لأن لغة القرآن ولغة السنة على العربية، ولهذا فكل المسلمون عرب. النبي الأعظم يقول: العمائم تيجان العرب، إذا وضعوها يعني خلوها، صاروا مفرعين يلبسون طرابيش مثل المصريين، أو كلاوات مثل التركيائيين، أو شفقات مثل البهلويين، وإلى غير ذلك. العمائم تيجان العرب، إذا وضعوها يعني بدلوها، حق الله نوره، يعني ما عندهم نور. الآن رجعوا حكام البلاد الإسلامية، شوفوا كم واحد منهم معممين: العراق، سوريا، مصر، ليبيا، سودان، سعودية، مغرب، تونس، جزائر، باكستان، أفغانستان، وإلى آخره. فمن الضروري أن الإخوة يصيرون معممين. من الطبيعي أنهم يفكرون لعل بعض الأصدقاء يضحكون عليهم. لا، الضحك يوم يومين أسبوع وينتهي. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. استهزاء مش مهم، خلص. ثم هؤلاء الذين تعمموا، الناس استهزأوا بهم يوم يومياً 10 أيام، ما انتهى، صاروا عاديين. وخصوصاً أن المسلمين اعتادوا أن يستمعوا كلام المعممين، وحتى أتوا شخصياً. إذا رحتوا إلى مسجد شفتوا فرد أفندي فوق المنبر، تتعجبون هذا بأي مناسبة؟ أما إذا رحتوا مجلس شفتوا معمم فوق المنبر، شوفون هذا على القاعدة. ومو في الشيعة هالشكل، حتى في السنة. روحوا مصر، علمائها كلها معممين، سوريا، الكويت، سعودية، وإلى آخره. فهذه مقدمة لمحرم يتعممون كلهم، يفكرون أنه من أين الرزق. نحن نصدق بكل كلام الله وكلام الرسول. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ضمن لأهل العلم أرزاقه. وهذا شيء الآن ملموس لكم، يعني نحن إذا كنا نقول هذا الشيء ونحن في بلد أجنبي كافر، كنتم مثل تصورون هذا الشيء؟ لأن تشوفون إما عطار وإما صائغ وإما نداف وإما بقال وإما مقاول أو ما أشبه. أما الآن في قوم كل الشوارع ممتلئة برجال الدين، من أين أرزق هؤلاء؟ ولعل 99% منهم لهم دور ملك، لهم أثاث لا بأس بها، لهم معاش، لهم زوجة. الآن في قوم أكو 16,000 طلبة، من مرجع تقليد إلى طالب يقرأ جامع المقدمات،
أو قطر أو ابن عقيل، هؤلاء كلهم الله يرزقهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. كان العرب الجاهليين يقتلون أولادهم من جهة الفقر، يقولون من أين الرزق؟ الله قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إملاق عن الفقر، الرزق من الله. آيتان أكو في القرآن حول هذا الموضوع، آية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الآن فقراء تقتلون ولد. الآية الثانية تقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. يعني الآن هم مو فقراء، يخافون يصيرون فقراء، فهسه كانوا يقتلوهم. يعني الجاهلين كانوا يقتلون البنات ويقتلون الأولاد، البنات يقتلونها يقولون نعم الصهر القبر، يقولون لأن البنت لا تركب فرسا ولا تدافع عدوا، شو فائدته؟ يقتلوها ولا يعطونها إرثا، وتأكلون التراث أكلا لما. كانوا يقتلون الجاهليين البنات لأجل العار، وأن البنت لا تخدم، وكانوا يقتلون الأولاد الذكور من جهة الفقر، إما الفقر الذي الآن موجود وإما الفقر الذي يخشون منه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، آيتان. إن شاء الله ما تنسون هذا بين القوسين، الآن أقول مو بحثنا الآن، القرآن كلما تمكنتم احفظوه، السور الأخيرة سور القصار، وقت عندكم في سفر في حضر، لأن في الحقيقة القرآن كله نور ودستور للمسلمين الأول والأخير، لأن الرسول والأئمة أيضا مفسرون للقرآن، هم يقولون هكذا، هم يبينون قواعد القرآن. فالقرآن احفظوه بكل صورة، تمكنت كل القرآن، تمكنت بعض القرآن، تمكنت سور القصار من القرآن، تمكنت آيات من القرآن وإلى آخره. الشاهد أنه التعمم، وإذا تصورنا من أين الرزق يجب أن ننظر إلى أسواق قم وشوارع قم ومدارس قم ومساجد قم ومؤسسات قم، كله ممتلئ بالطلبة، هؤلاء الطلبة من أين الله يرزقهم؟ نعم من الممكن أن تقولوا أنا شوية ألاقي صعوبة، هذا لا شك فيه، الإنسان يجب أن يستقبل الصعوبات، لأن الصعوبات هي التي تعرف الإنسان الصلاح والفساد، وهي التي تمحك الإنسان، وهي التي تسبب أن تكون للإنسان تجارب ويعرف الخير من الشر. الإنسان لازم لا يهرب من المشكلة. أكو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أحوالي، حقيقة حديث عجيب يحتاج إلى شرح ليلة كاملة، لكن الآن نحن مو بصدده. إن أفضل أحوالي أن أكون خائفا جائعا في الله، أفضل أحوال رسول الله أن يكون جائع وأن يكون خائف من الكفار، من المنافقين، من المشركين، من القتلة، من السفاكين. أفضل أحوالي أن أكون خائفا جائعا في الله. وذات مرة الرسول الأعظم دخل على فاطمة عليهما الصلاة والسلام فرآها تطحن، الدم يجري من يدها وعليها لباس غليظ وتشتغل، فقال لها يا بنية تعجلي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. في الحقيقة مو لازم الآخرة، حتى هسه الآن فاطمة الزهراء شنو من صيت إلها، مع العلم أن النبي على المشهور له زينب وأم كلثوم ورقية، ثلاث بنات أخريات أيضا، لأن المشهور أن النبي له ثمان أولاد، أربع بنين أربع بنات، فاطمة رقية زينب أم كلثوم، هذني بنات رسول الله، طيب طاهر إبراهيم قاسم، هذني أولاد رسول الله. المرارات إنسان يجب أن لا يخاف منها، مرارات شيء طبيعي في الحياة،
وكل إنسان ذاق المرارات أكثر يكون مستقبله في الدنيا قبل الآخرة أفضل. يعني حصل تجارب، أكو مثل يقولون فلان إنسان ذاق الحر والبرد في الدنيا، ولهذا هو الإنسان مجرب. الشيء الأول اللازم على الإخوة إن شاء الله يهتموا كلهم، التعمم. الشيء الثاني حفظ المنابر وأسلوب المنبر، لأن أسلوب المنبر وحفظ المنبر هو الشيء. إنسان يروح فوق المنبر ويقول ما يأتي في ذهنه وخاطره، هذا مو صحيح. أحد خطبائنا حفظه الله هو قال لي بنفسه: إني أطالع لكل منبر 8 ساعات، لكل منبر 8 ساعات أطالع. وأنا رأيته بهذه الكيفية في الكويت، كنا كان هذا في الغرفة في شهر رمضان بصورة خاصة، للصبح ما ينام ويطالع حتى يستخلص منبر. منبر مو فرد شيء أنه تروح فوق المنبر وأي شيء جاء من لسانك ومن ذهنك تقوله للناس، يحتاج إلى قصص، يحتاج إلى معلومات، يحتاج إلى تاريخ، يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى معرفة نفسيات الناس، ماذا تقول، كيف تعمل. هو اعتبار هذا مو شان المنبرها. أي إنسان يريد أن يسير في مسير الله تعالى يجب أن يكون هكذا، يجب أن يكون عاقل حكيم متواضع حليم صبور، يأخذ قدام لسانه مو كل شيء يقول. فرد واحد في محضر رسول الله تكلم كلام، النبي قال كفة اسكت. قال يا رسول الله على الكلام حساب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وهل يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لسان الإنسان منجل يحصل كذب، غيبة، نميمة، ساب، تهريج، هامز، لامز، طعن. بعض العلماء قالوا 70 معصية يأتي من اللسان: كفر، زندقة، ذو لسانين. قسم من الناس يفتحون أفواههم كل شيء يقولون، هذا ما يصير يا أخي. المسلم العادي يجب أن يكون هكذا، أو يروح فوق المنبر يصفح حساباته مع أصدقائه، يهاجم هذا، يتكلم على هذا كذا، يجيب لفافات، يعرض بهذا، يهمز بهذا، هذا مو صحيح. الإنسان يجب أن يكون مستوليا على لسانه، لسانك حصانك، فإن أهنته أهانك وإن صنته صانك. خصوصا المنبر يوقع، خصوصا المبلغ. الشيء الثاني اللازم على الإخوة الشروع من الآن هو تنظيم منابر مجالس المجلس، هذا هو آية قرآنية، تفسير الآية، قصة تاريخية، كلام أخلاقي مناسب لحال الجماهير والجماعة، مسألة فقهية، أخير شيء القريز قراية. الإنسان دائما يجب أن يعلي نفسه، لأن الإنسان قابل للعلو وقابل للانحطاط. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قسم من الناس يرتفعون، قسم من الناس ينخفضون، مو بالمظاهر أيضا، بالواقع نفسيتك. يعني مو لازم عندك منصب وجاه وشخصية وشوكة، هذا مو علو. لا، أبو ذر الغفاري مات في الصحراء جوعا لكن في آلة عليين، وفلان خليفة الناس سمعوا عليه وقتلوه وهو عنده شوكة وسطوة وجيش وفتوحات وكل شيء. فقولنا أعلى عليين أو أسفل السافلين، ما نقصد الظواهر، الظواهر ما إلها قيمة. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هالمبردة وهالبنكة وهالمصباح وهالغرفة وهالموكيت وهالبيت والسيارة والقصر والبستان والفلوس في البنك، إذن كلها زينة.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا للامتحان. يأتي يوم كل هذني تخلص، وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. فرد يوم يأتي لا سيارات لا طيارات لا مطارات لا قطارات لا شوارع لا مناصب لا بيوت لا أساس لا رياش وكل شفائك. وأنت بقيت، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا وحتى النساء. فرد يوم يأتي أنت وأن حتى ملابسك مو على بدنك. يحشر الناس يوم القيامة حفاة صافي عراة غرلا، يعني غير مختونين، غرل يعني غير مختون، يعني مثل ما ولدتهم أمهاتهم. وحتى النساء يحشرن عراة. فالإنسان يرتفع بفضائله النفسية. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وكلما إنسان يتمكن أنه لسانه يصير أحسن، صفاته النفسية أجمل، أخلاقه أرفع، هذا إنسانيته أكثر. حتى إذا ما كان عنده في الدنيا شيء، حتى إذا كان فقير، حتى إذا ما عنده منصب ما عنده جاه، المعيار بالشخصية الإنسانية. أحد العلماء، أنقل لكم قصة بهذه المناسبة ثم نأتي إلى الأمر الثالث الواجب مقدمة لشهر محرم. الأمر الأول قلنا أنه التعمم، الأمر الثاني تنظيم مجالس ومنابر وما أشبه. وحول هذا التنظيم نقول صفات نفسية، لسان، أخلاق، حلم، علم، صبر، تواضع، عدم غرور. أحد العلماء في زمان الفهلوي الأول اسمه الحاج ميرزا صادق آغا التبريزي، هذا قبل 50 سنة توفي، 50-40 سنة، وقبره موجود الآن في قم. هذا كان في تبريز مرجع تقليد، كلام في عند الإنسان بنفسه مو بلسانه مو بهيكله مو بجماله الظاهري، مرجع تقليد كان، ومرجع كلش ممتاز. قصته مشهورة، كثير من القميين يعرفون قصته. احنا أستاذنا قبل 45 سنة، قبل 40 سنة نقل لها القصة، كنا في العراق ندرس يا مفرد، واحد كان من تلاميذه، وذاك الوقت احنا نقرأ مقدمات مثل شرايع وتفسير الصافي وهالكتب، لعله قبل 45 سنة هالشكل. هو تلك الأيام أيضا هو توفي في قم، هذا كان تلميذه، هذا كان في تبريز مرجع تقليد، وكان ضد فهلوي، يتكلم على فهلوي، فهلوي الأول يتكلم على فهلوي كذا شيء، حتى اضطر فهلوي وهو عميل الاستعمار الغربي أن يبعده. بعدوه 1000 كيلومتر بعيد عن وطنه إلى كردستان، حتى إلى منطقة لا يعرف لغتهم ولا يعرفون لغته ولا يقدرونه. هم سنة، هو شيعي، يعني مو مناسب لا لغة لا مذهبا لا معاشرة. بعدوه هناك، وبعد مدة من التبعيد، انتهى التبعيد ما أدري كم سنة، جاء إلى قوم، ما رح رجع إلى تبريز أبدا، بقي في قوم حتى توفي. وإلى الآن العلماء الكبار في قوم يروحون إلى قبره ويزورونه ويتبركون بقبره ويطلبون الحوائج منه. ميرزا صادق آغا تبريز. لكن هذا له نفسية جدا رفيعة، مو مهم مرجع تقليد، مهم نفسيته. هذا لما أرادوا تبعيده أرسل فهلوي فرد 4-5 من الضباط البهائيين، بهائي ضد الشيعة أو ضد المسلم شيء واضح، حتى هم يبعدوا. هذول أجوا وجروه من داره خارج يريدون يسفرون. الناس اجتمعوا وقاموا يبكون، ناس مقلدين مريدين، خصوصا عالم من هالشكل ممتاز، الناس وايد يحبوه، قاموا يبكون. هو استأذن من هذول الضباط، جايبين سيارة جيب، سيارة عسكرية، هذول الضباط يريدون يسفروا إلى كردستان 1000 كيلومتر بعيد عن وطنه. هو ميرزا صادق آغا التبريزي استأذن منهم
أن يتكلم مع هؤلاء القوم. ليه خل صعد على فرج ربوة بس الدكان شيء جماهير واقفين ويبشون ويحبوه وكذا شيء، لكن ما يتمكنون لأن رأس الحراب مع تهلوي. قال لهم أيها الناس تعلمون، هو هذا ميرزا صادق آغا قال لهم، قال أنا كل شيء اللي أقول لكم جيبوني جاوبوني مو كمنبر. قال أنتم تعلمون أني عشت في هذا البلد مثلا 50 سنة غير فترة الدراسة اللي في النجف أو في قوم أو أي مكان آخر. قال إيه؟ قال تعلمون أني ما قتلت منكم إنسانا، هل قتلت منكم إنسانا؟ كلهم قلنا. قال هل شربت خمرة؟ كلهم قلنا. هل زنيت؟ كلهم قالوا لا. هل أخذت من أموالكم غصبا؟ كلهم قالوا لا. هل فتنت بين جماعة منكم وجماعة؟ كلهم قالوا لا. هل تجسست عليكم وأرسلت عليكم جواسيس؟ كلهم قالوا لا. جعفرت قائمة من المحظورات وكلهم يقولون لا. قال هل تعلمون أنكم كنتم برغبتكم تعطوني الخمس والزكاة بدون جبر؟ قالنا. هل تعلمون أني ما اشتريت من هذا الخمس والزكاة أبدا لنفسي شيئا وإنما كله صرفته للناس وفي سبيل الله؟ كلهم قالوا لا. هل تعلمون أنه كان يصير بينكم منازعات أنا أفصل بين هذه المنازعات، بين زوج وزوجة، بين أخ وأخ، بين شريك وشريك، أنا أفصل. هل تعلمون أنا كنت أصلي صلاة الجماعة في هذا المسجد وبرغبتكم تأتون إلى صلاتي لا جبرا ولا إكراها؟ كلهم قالوا نعم. هل تعلمون أني كنت أعقد بين النساء والرجال زوج وزوجة منكم؟ نعم. كلهم قالوا نعم. هل تعلمون جاب فرد سلسلة من إيجابيات الطلب؟ كلهم قالوا نعم. بعدين لما خلص قال حتى تعلموا لماذا يبعدونني، هذا هو لماذا يسفروني، لأني شربت خمر، لأني زنيت، لأني قتلت، لأني صادرت، لأني اغتصبت، أو لأني أصلي، لأني أصوم، لأني عندي مجلس، لأني مصلح بين الناس، لأني أهدي، لأني ما أكل فلوسكم، لأنكم تعطوني خمس زكاة وأنا أعطي، لأني هذا الشيء يسفروني، هذا هو سفره. هنا مو الشاهد، الشاهد في القطعة الثانية من القصة. واحد من أصدقائنا وهو شيخ محمد علي الله يرحمه كان أستاذي قبل 45 سنة ودرست عنده جملة من الكتب من جملة الشرائع وتفسير الصافي. هو كان رجل تلميذ ميرزا صادق آغا في أخلاقياته في دينه، كلش رجل مهذب كان الله يرحمه توفى. قال أنا رأيت واحد من هؤلاء الضباط البهائيين الذين باشروا تسفير ميرزا صادق آغا. ميرزا صادق آغا في نفس الوقت أستاذه، لكن هو يقول أنا رأيت أحد هؤلاء الضباط، لأن هو لما سفر ميرزا صادق آغا هو هذا الشيخ محمد علي اللي كان أستاذنا راح إلى مشهد وبقي كم شهر في مشهد وجاء إلى العراق وبقي في العراق حتى توفي. هو بعد مو شايف ميرزا صادق آغا، يقول رأيت في مشهد بعد التسفير أحد هؤلاء الضباط الذين سفروا ميرزا صادق آغا وهم بهائيون. يقول شفت فرد رجل صاير عابد زاهد مسلم شيعي متدين دائم الحظر للرضا دائم ماخذ مفاتيحه يقرأ أدعية وصلاة الليل، يعني صاير من الزهاد أصلا هذا البهائي. يقول هواي تعجبه. قالت له أنت ما سفرت مرتا صدقة مثلا اسمك فلان اسم؟ قال إيه أنا كنت من جملة أولئك الذين سفروا. قالت لعد ما عدا مما بدأ، شلون صرت هالشكل؟ قال حقيقة ميرزا صادق آغا سواني هالشكل. كلامنا في النفسيات الرفيعة المرتبطة بالله، اثنين ضابط هالصوب من قاعدين، اثنين هالصوب هو في الوسط في المؤخر، والضابطين قدام، واحد يسوق السيارة واحد يم قاعد، يعني 5 ضباط أو 6 ضباط احنا نسوق ميرزا صادق آغا حتى لي يهرب. يقول رحنا بكل سرعة، يعني سرعة 200 درجة في الطريق إلى طهران إلى كردستان نوديه. يقول هذا كان وقت العصر تقريبا ساعة قبل الغروب، قصة التسفير. فرد وقت صار غروب، يقول احنا في الطريق بنضحك عليه ونستهزئ بيه هالشكل باللسان، هو كل شيء بيقول يذكر الله تعالى بلسانه هالشكل.
رفع بطع على روحه يذكر الله ساكت كل شيء ما يقول، احنا نضحك عليه نستهزئ به نهينه كل شيء ما يقول. كنا مأمورين من قبل فهله وهالشكل نسوي به. يقول في اثناء الطريق صار مثل المغرب، يقول انا اخو ما اعرف المغرب، بعدين عرفت المغرب يعني بهائي شو يعرف المغرب، يعني الشمس غابت. يقول الشمس غابت بعد كم دقيقه مرزا صدقه توجه لنا قال انتو خرجوا تودوني، تفضلوا انه يقول السياره تقف مقدار كم دقيقه حتى انا اصلي صلاه المغرب والعشاء، هذا ما يضركم شيء. يقول احنا ضحكنا عليه، احنا بلا يتكلم نضحك عليه، بعدين يريد انه نصلي يريد يصلي. يقول مره قال هذا الشيء ضحكنا عليه، بعد دقيقة كرر الموضوع مرة ثانية هم ضحكنا عليه، استهزأنا به ضحكنا عليه. في المرة الثالثة قال إذا أنتم لا توقفون السيارة أكو من يوقفها. هذا كلش كلام كبير، إذا أنتم لا توقفون السيارة أكو من يوقفها. يقول بمجرد أن تفوه بهذه الكلمة وإذا السيارة وقفت خلاص. يقول إحنا كلنا قفزنا من السيارة خارج السيارة، وقلنا للسائق إيش فيك؟ قال ما أدري شو صار بالسيارة. هو يقول بكل هدوء نزل من السيارة، عبات فراشة بار على السماء المغرب القبلة من أي الله أكبر متوضي الله أكبر قام يصب. يقول كل ما حاولنا احنا السيارة شبيه ما نعرف. صلى صلاة المغرب، صلى صلاة العشاء، وفر التعقيم مختصر هم ما طول يعني. بعد ذلك شال العباتة ماله نفضها خلى على كتفه راح قعد بالسيارة قال هسه تمشي سيارة تفضلي. يقول ساق اجي بمجرد حركة تحرك. يقول احنا في الطريق صرنا جرادية اصلا، مو بشر ولا ضباط ولا بهلوي، فرد رجل متصل بالله، فرد قوة كونية. بمجرد أن يقول إذا أنتم لا توقفون السيارة أكو من يوقفها، وتقف السيارة فورا. يقول أنا من ذاك الوقت شفت أنا في غير عالم غريب، ولازم أرجع إلى عالم هؤلاء، ورجعت إلى عالم هؤلاء واستقلت من الحكومة استقالة، وجت إلى مشهد وصرت بعد عابد زاهد وتارك للدنيا. الأمر الأول التعمم استقبالا لمحرم، الأمر الثاني تنظيم المنابر، 20 منبر 30 منبر عشان يحفظ. في العراق كان هذا المتعارف، الخطباء ما شاء الله في العراق كان هو يعد خطباء في كربلاء في النجف، هم يحفظون منابر 20 30 50 منبر يحفظون آيات قرآنية، كلمات من نهج البلاغة، أدعية من صحيفة السجادية، تواريخ إسلام جميلة، قصص، مواعظ، إرشادات، نصائح، أشعار، يروحون يقومون فوق المنبر ويهدون الناس. أما إنسان يروح فوق المنبر أي شيء اللي أجى في ذهنه، أي شيء اللي أجى في خاطره، هذا مو صحيح، يضيع عمره ويضيع عمر الذين تحت منبره. يا سيدتم تلاحظون كل منبركم 8 ساعات؟ لا، كل منبر أحفظوه 30 منبر أحفظوه. والإنسان مو بالصغر والكبر، لا على عمره 15 سنة وأجمل منبر يروح. أو إنسان يقول أنا كاسب وكذا، ما يخالف كاسب 100 متمر ما كان كاسب. محمد بن مسلم الطحان من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا من أشراف الكوفة، يعني أدى عشيرة وهو شيخ عشيرة. أجي يمر الإمام الصادق فرد مرة، حقيقة شوفوا شلون كانوا يسمعون كلمات الأئمة حتى قدموا الإسلام. إنسان يطالع التاريخ يعرف لماذا تقدم الإسلام، لماذا تقدم التشيع، لماذا الآن تأخر الإسلام، لماذا تأخر التشيع. هذا رجع من المدينة إلى الكوفة، أخذ قوصرة سلة وجعل فيها خيار، وهو رئيس عشيرة وعالم في نفس الوقت، وأخذ يصيح في شوارع الكوفة خيار خيار. أصحاب اجتمعوا عليه ظهرا قالوا يا محمد بن مسلم فضحتنا، أولا رجل عالم كبير ثم رئيس عشيرة شريف عندك فلوس، لماذا
قال إن إمامي أمرني بذلك. هل إمامك أمرك أن تبيع الخيار؟ قال لا، قال لي تواضع. أنا شفت هذا التواضع، لأن كبرياء يروح بالصورة. قال غير شكل ماكو كبرياء يروح. قال وش هالشكل؟ قال شلون؟ قال أنه افتح لك مطحنة طحين. سابقا الطحين كان يسووه بالدواب مو بالمكائن الموجودة على الآن الكهربائية. اشتري لك مطحنة وقوم بيع الناس طحين، يجيبون يودون يفرس تاجر طحين تصير. قال هذا النوع من التواضع أيضا. فاشترى مطحنة وأخذ يبيع ويشتري من الناس الحنطة والشعير ويطحن لهم ويسوق الدابة وراء الدابة في الرحى. ولهذا عرف بمحمد بن مسلم الطحان. وهذا الرجل من علماء وفقهائنا الذين إذا وصل الحديث إليه لا يسأل عنه، لأنه من أصحاب الإجماع على الاصطلاح الفقهي. يعني أجمع الفقهاء كلهم على أن هذا رجل عادل صحيح 100%. حقيقة فرد عمل من أشكل الأمور. إنسان يأكل مال الناس هذا مو أشكل الأمور، يصلي مو أشكل الأمور، ما يقتل الناس مو أشكل الأمور، ما يشرب خمر مو أشكل الأمور. أما إنسان يقول له الإمام الصادق تواضع يصير هالشيء. شوفوا النفسيات الرفيعة العالية الآن 1300 سنة ناس يقدسون هذا الرجل بنفسياته الرفيعة. وقع هذه الأشياء المشكلة في الموضوع. فتصور أن الأصدقاء يقولون إحنا عندنا كسب أو ما أشبه من يتمكن، لا يتمكنوا. يصير شهر محرم إنسان يروح منبر ويكون متواضع. أول التعمل، الثاني حفظ المنابر لأجل إلقائها في شهر محرم، وشهر صفران تقريبا شهرين أكو قرايات ومجالس وكذا. الشيء الثالث أكبر قدر فلوس من الناس يجمعون ويبشرون بها الكتب ويوزعوه كتب توعوية. لأن في الحقيقة الغربيين والشرقيين إنما سيطروا علينا لعدم الوعي عندنا نحن المسلمين. إذا كان عندنا وعي كان عندنا حدود جغرافية مثل أطفال. الآن نحن مثل أطفال، هنا أحد إيران، هنا أحد الكويت، هنا أحد العراق، هنا أحد مصر. بينما قرآننا يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. إحنا نقول القرآن ما عندنا وعي، هنا لتدخل هنا لتخرج، هنا بالتأشيرة هنا بالويزا هنا بالدخولية هنا بالخروجية وإلى آخره. هالأشياء المعروفة هذا عدم الوعي في الحقيقة. يعني 1,000,000,000 مسلم غير واعي إلا من خرج بالدليل وهم قليل. كتب توعوية لازم توزع على الناس. الأخوة الإسلامية أكو عندنا أخوة إسلامية في الحقيقة؟ ما موجود. هذا عربي، هذا فارسي، هذا تركي، هذا هندي، هذا أندلسي، هذا مغربي، هذا مصري. قوميات، إقليميات، لونيات، لغويات بعثرنا. ومن المؤسف أن المسلمين جاي يمشون في هذا الطريق، طريق ضد طريق الله، طريق الله من هنا، طريقهم من هنا. ثم يدعون فلا يستجاب لهم. النبي قال هذا الشيء، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا ليسلط الله عليكم شراركم صدام. ثم تدعون فلو يسجد. لن ما طريق الله. ألا مش كثر احنا أبناءنا في السجون، بناتنا في السجون، كثر في المعتقلات والبنافي في العراق، وليل نهارا يدعون. حقيقة هالأمهات اللي يدعون بكل قلبهم يدعون، هالآباء اللي يدعون بكل قلوبهم يدعون، يصدقون يدعون يبشون يقرون قراءة كل شيء. الله مو جديد، صدام مو جديد، أنا 15 سنة. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا ليسلط الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. نحن من يطلب من الله شيء؟ لأن الله يقول أنتم
هو مثلا الدعاء، الدعاء ما يسوي لك ظهر ما يلحم من الصبح وقعود يا الله ما يلحم يا الله ما يلحم للظهر، وأما أن يجيب 14,000 مرة وفرد واحد أن يجي يقرأ لك حتى تبكي. الله تعالى جعل لكل شيء سبب. الله يقول صحيح الدعاء والعمل، وقل اعملوا وقال ربكم ادعوني، كلاهما لازم يصير يتقدم المسلمون. هذا الوعي رايح من المسلمين واقع، وعي الأمة الإسلامية رايح من المسلمين، الأمة الإسلامية وعي الأخوة الإسلامية رايح من المسلمين، مو من المسلمين. أقول مو إحنا الطلبة نستثني أنفسنا، حتى إحنا الطلبة بمجرد أن عربي يشوف عجمي يقول هذا أجنبي، عجمي يشوف عربي يقول هذا أجنبي، إحنا الطلبة هالشكل وفي بسائر المسلمين. هذا الوعي رايح. معلوم أم مبضعة عليك ما كان يسوي أي شيء، صدام هنا وببر كرمل هناك وفلان فلان مكان وفلان فلان مكان، ويقول شو وقت يروحون هم مو معلوم. هذه الكهرباء شو وقت يجي؟ إذا اشتغلت الماكينة، إذا ما اشتغلت الماكينة الكهرباء مو موجودة خلاص. أما كهرباء يروح كلنا ندعو يا الله أرجع، ومن يشغل الماكينة؟ إن عادة الله جرت على أن يكون الأمور بأسبابها. ففي القرآن الحكيم الله يقول ثم أتبع سببا، الأسباب والمسببات، وهذا أيضا موضوع طويل. الكتب أكثر قدر فلوس من الناس تأخذون حقوق على الناس، خمس أكو عليهم، زكاة أكو عليهم، ثلث أكو عليهم، صدقات أكو عليهم، نذير أكو عليهم، كفارات أكو عليهم، الوجوه التي تنطبق. كتب تصير لنفس الشباب، نفس الناس، نجمع أكبر قدر من الفلوس ونوزع عليهم كتب، كتب توعوية. يعني إسلام قسمان، قسم صلاة كلنا نعرفها، الصوم نعرفها، الزنا حرام، اللواط حرام، المساحقة حرام، العادة الجنسية حرام، كل هذا من نعرف. وتعالوا فرد قائمة نعرفها، معصومة، مسجد، أخوندي، قراية، حاج، كربلاء، زيارة، نعرف. نأتي إلى القسم الثاني من الإسلام ونعرف أمة الإسلامية والحدود ما موجود، منعرف. جمارك ما موجود في الإسلام، منعرف. ضرائب ما موجود في الإسلام، منعرف. أخوة الإسلامية موجودة في الإسلام، يعني لك ما للمسلمين من أقصى بلاد المسلمين إلى أقصى، وعليك ما عليهم من أقصاه إلى أقصاه، هذه منعرف. في كل مكان أكو قانون خاص بالجماعة الموجودين في بلد، يعني الأخوة الإسلامية رايح أفغانستان جاي يحاربون القدرة العظمى اللي اسمها الاتحاد السوفيتي، شايف قسم ثاني من المسلمين عرب عجم تركي يروحون يساعدهم، يقول احنا ما علينا. حينما الرسول قال والمسلمون يد واحدة على من سواهم، كلهم يد واحدة يسعى بذمة أدناهم. في قصة أيضا له قصة طويلة في وقت آخر نقول القصة. هذا ما نعرف من الأحكام الإسلامية واقع. هل نعرف من الأحكام الإسلامية الحريات الإسلامية؟ هم نعرف. حرية الزراعة منعرف، حرية الصناعة منعرف، حرية التجارة منعرف، حرية السفر منعرف، حرية الإقامة منعرفها، حرية الأمارة منعرفها، حرية إبداء الرأي منعرفها، حرية نصب الراديو والتلفزيون يعني الجهاز منعرفها، حرية إخراج الجريدة والمجلة منعرفها. وألف حرية مو أنا ما أعرفها، المسلمون ككل إلا من خرج بالدليل ما يعرفوا، يتصور شيء طبيعي. هذا من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، اللي النبي قاله من عرفه. فالأمر الثالث نأخذ أكثر قدر من الناس من الفلوس ونسوي كتب ونرجع عليها. هذه إن شاء الله أمور لا ننساها بالنسبة إلى الشروع والابتداء للشهر محرم الحرام المقبل. التعمم كلا، والشيء الثاني حفظ المنابر وترفيع النفس لأجل الخطابة
والتكلم، ثانيا والشيء الثالث الآن إذا ذهبنا بعد ذلك في أشهر أخر وإلى مستقبل حياتنا، أنه نجمع أكبر قدر من الناس من الفلوس، والناس عندهم فلوس ويعطون حقوق، ونشتري بها كتب توعوية لنوزعها على الشباب. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.